واحنا اليوم ايضا نحتاج الى هذه الشحنة المعنوية. انت تشوف العالم حقيقة، بعض الاوقات احنا نقعد نتكلم مع بعض الاصدقاء ويحيط بنا اليأس تارة، انه وين احنا بعد هذا العالم المبتلى بالحضارة والتقنية الملعونة، انا اسميها. ممكن بعض الناس يقولون يا سيد محسن هاي الكلمة مو لطيفة منك. لا ولا لطيفة، هاي حضارة، هذه تقنية، أنه دخل اللعنة، دخلت في كل البيوت عبر هذه الأجهزة. هذه مو لعنة؟ وين أولادنا؟ وين شبابنا؟ وين بناتنا؟ كل واحد ما أخذ له هذا شو اسمه هذا؟ لنبلغ عن الآيفون، والفلوس راحت، بالنتيجة شنو صار؟ هيك لعب، ما أدري، ترفيه، تسلية. هذا الزين ماله أنه لعب إلكترونية، ما شي يسموه. وبعدين حتى في بيوتنا، لا لا لا، شنو هذا؟ هذه مو تقنية ملعونة؟ فتارة يحصل اليأس عند الإنسان المؤمن. لا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. شنو حكينا؟ ليلتين حكينا حول الجبر والاختيار. لا، الله ما يريد، الله ما يريد بالإجبار والإلجاء والعنف. لا، أنت أدي وظيفتك. نعم، هل أدينا وظيفتنا أم لا؟ ذاك بحث آخر. هل الآباء والأمهات، رجال الدين، التجار سلام الله علينا وعليهم، هذول أدوا وظيفتهم؟ لو بس تقول له أنه كتاب، كتاب شنو؟ شي يفيد؟ شنو شي يفيد؟ تدري الكتاب شي يسوي؟ تدري أنت تقدر من عبر هذه الأجهزة والتقنية توصل صوت النبي إلى كل بيت؟ ليش تتهاونوا؟ أكو إشكال؟ أنا ما أقول ما أكو إشكال، أنا ما عندي إشكال. كل واحد يمكن يقعد يسوي إشكال، هذولا مو مرتبين، هذولا أنا أدري. صحيح، أنت تسوي في شيء مرتب، هاي المدرسة متفيد، أنت تسوي مدرسة زينة، هاي المؤسسة مخربطة، أنت تسوي مؤسسة مرتبة، هذا الكتاب ما ينفع، أنت تسوي كتاب ينفع. شنو هاي؟ لا تشتغل ولا تخلي غيرك يشتغل. طيب المرجعية شو تسوي يعني؟ اليوم واحد عندي يقول لي، البارحة يقول لي مرجع، قلت المرجعية شو تسوي يعني؟ الدنيا ماشية جون حسب تعبير العراقيين، يقول جون يعني ماشي سريع، كل يوم وبرنامج، كل يوم وتقنية جديدة. أنا قاعد أريد أسوي في القناة أو في ما أدري شنو، أدور على 100 دينار وعلى فلان كتاب أريد أطبعه في بيروت، ما عندي فلان، ما شنو هذا؟ فالكل مقصرون. لا تقول مرجعية ولا تقول رجال الدين ولا تقول للتجار، كلنا كلنا كلنا. أنا أبث همومنا وهمومكم عبر هذا الأثير. أخي كلنا مقصرون. إذا تكافأت القدرات واجتمعت، نعم، أولادنا ما يضيعون. الأب يجب أن ينتبه لأولاده، الأم يجب أن تراعي، تصرف وقت على أولادها، على بناتها. نكرر هذا الشيء في هذا الشهر، ما يخالف. رجال الدين يجب أن يعملوا، صحيح، التجار يجب أن يدفعوا، المثقفون يجب أن يمنهجوا، يرتبوا، ما يصير الشكل. نعم، أدي وظيفتك، إذا ما صار أنت شو عليك بعد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يا رسول الله. لا يكونوا مؤمنين، شو نسوي له؟ ابني يضيع، شو أسوي له؟ كل ما أقول له ما يفيد، ولكن لازم أقول له بالطريقة الصحيحة التربوية، المنهج الصحيح. أقول له، أتعب عليه، أصرف وقت عليه،
أداريه مهما أمكن. أنا مرة مع واحد أو بالأحرى واحدة من قراباتنا محارمنا كنت أتكلم، قال لي متزعل؟ قلت له لا أنا عادة ما أزعل عادة، وإذا أزعل بعدين زعل يم يروح، أفكر مع نفسي أنه شنو الزعل ما يفيد، مو شكل شيخنا الزعل ما يفيد. قلت لها ما أزعل. قالت أنتوا ما عندكم أسلوب. قلت يعني شنو ما عندي أسلوب؟ قال يعني ما تعرف شلون تبلغ الدين، طفلة هي يعني بس تفهم يعني. قلت لها عزيزتي شنو يعني اشرحي لي. قال هاي الطريقة ما تسوى، لازم تصبرون علينا. شفت تفهم يعني. قبل كم يوم واحد ايضا من الشباب عمره 11 سنه يقول لي انتم ما عندكم جذابيه، صريح يقول لي. قلت له والله ابوس خدك ابوس ناصيتك، حقيقه احنا ما عندنا جذابيه. انت تريد تبلغ الدين لازم عندك صبر، لازم عندك صبر ايوب، لازم عندك صبر نوح، حلمه داوود، ما ادري عدد بعد.